اهلا بيكم في فيديو جديد من كريم ستورز. اي حد بيشتري كاميرا DSLR من كانون غالبا اول عدسة بيشتريها هي العدسة EF50mm f1.8 STM، واللي تعتبر ارخص عدسة احترافية ممكن تستخدمها على كاميرا كانون DSLR سواء فول فريم او كروب فريم، مع العلم ان العدسة مصممة للكاميرا الفول فريم، لكن طبعا بتقدر تستخدمها على الكاميرات الكروب فريم مع مراعاة الكروب فاكتور، بمعنى ان العدسة ال 50 ملي هتدي لك تأثير عدسة 80 ملي لما تركبها على كاميرا كروب فريم. لكن بغض النظر عن الكروب فاكتور، العدسة ال 50 ملي دي كانت بتمتاز بحاجتين اتنين: اولا العدسة سعرها رخيص وبالتالي اغلب الناس بتقدر على تمنها، ثانيا بتقدر تستمتع بخلفيات بلوري جميلة بسبب فتحة العدسة الواسعة. والخلفيات البلوري دي هي اللي كانت بتجذب الناس لعالم الكاميرات الاحترافية، لان النتائج اللي كنت بتحصل عليها بالعدسة ال 50 ملي على سنسور كبير ما تقدرش تحصل عليها ابدا عن طريق كاميرات الموبايل. لكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل، ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد. حاليا العالم كله بينقل من الكاميرات الدي اس ال ار للكاميرات الميرورليس، وبالتالي كانون اصدرت سلسله كاميرات ميرورليس جديده وهي سلسله الار، واللي بدات بالكاميرا كانون ايوس ار واللي تعتبر مقابله لل5 دي مارك 4، وبعدين اصدرت الكاميرا كانون ايوس ار بي واللي تعتبر مقابله لل6 دي مارك 2، واخيرا اصدرت احدث كاميراتها وهي الايوس ار 5 والايوس ار 6، ودول كاميرتين اعلى بكتير من اي كاميرا دي اس ال ار اصدرتها كانون قبل كده. وبغض النظر عن المميزات الكتير اللي بنلاقيها في الكاميرات الميرورليس، نقدر نقول ان اهم ميزه على الاطلاق هي ان المسافه ما بين ظهر العدسه والسنسور قلت جدا، ودي حاجه علماء التصوير بيسموها الفلانج ديستانس، وكل ما المسافة دي بتقل كل ما بتحصل على نتائج أفضل بكتير من العدسة بتاعتك. وبالتالي كانون قررت إن هي تجدد عدستها المشهورة جدا الـ EF50mm f1.8 STM، وتعمل منها إصدار يشتغل على الكاميرات الميرورليس من سلسلة الـ R الجديدة. وهكذا أصبح عندنا العدسة الـ RF50mm f1.8 STM، واللي تعتبر أغلى شوية من الإصدار القديم الـ EF، لكنها أفضل وأحسن بكتير. أولا البيلد كواليتي تعتبر ممتازة جدا، وماونت العدسة من المعدن. ثانيا حجم العدسة أصغر بشوية حلوين، وبسبب أن العدسة مصممة للكاميرات الميرورليس العدسة هتتميز بالآتي: أولا المسافة ما بين ظهر العدسة والسنسور أصغر بكتير، وبالتالي هتحصل على صور شرب أكتر بكتير من الإصدار القديم. ثانيا هتقدر تقرب أكتر بالعدسة من الحاجة اللي بتصورها، ومع ذلك هتقدر تلقط فوكس، بمعنى أنك هتقدر تستخدم العدسة في تصوير الماكرو بعكس الإصدار القديم. طبعا العدسة فيها سويتش على جنب بيخليك تنقل ما بين استخدام الكنترول رينج في المانيوال فوكس أو في تغيير إعدادات التصوير، وطبعا دي خاصية مش موجودة غير في العدسات الـ RF للكاميرات الميرورليس. ولو بصينا على العلبة اللي بتيجي فيها العدسة هنلاقيها علبة صغيرة جدا، ولو فتحنا العلبة هنلاقي كارت الضمان من كانون لمدة سنتين. ومعروف إن كريم ستورز موزع معتمد لكانون وبيقدم أفضل خدمات ضمان ما بعد البيع. وبعدين بنلاقي اليوزر مانيوال بتاع العدسة، واللي محدش فينا بيقراه لأن استخدام العدسة في غاية السهولة. ودلوقتي هنعرض لكم بعض النتائج المتصورة بالعدسة دي باستخدام بادي كانون ايوس ار. مفيش شك ان العدسة دي تعتبر من العدسات الأساسية اللي لازم تكون معاك، ولو انت لسه هتشتري كاميرا ميرورليس من كانون غالبا العدسة دي هتكون أول عدسة هتشتريها. فتحة العدسة الواسعة هتخليك تحصل على خلفيات بلوري جميلة جدا، وفي نفس الوقت هتسمح لك بالتصوير بشكل ممتاز في ظروف الإضاءة الضعيفة. وموتور الفوكس الـ STM سريع جدا ودقيق جدا وملوش أي صوت تقريبا، وبالتالي العدسة دي ممتازة جدا سواء في تصوير الفوتو أو الفيديو. العدسة دي من أفضل العدسات اللي ممكن تستخدمها مع كاميرات كانون الميرورليس من سلسلة الـ R، خصوصا لو هتصور بورتريه، لأن كل كاميرات كانون من سلسلة الـ R فيها الـ Eye Detection Auto Focus، وده هيخليك تحصل على صور شارب جدا والتركيز فيها على العين مع الحصول على خلفيات بلوري جميلة. في النهاية أقدر أقول إن العدسة دي مش محتاجة مننا مدح كتير. الإصدار القديم من العدسة كانت أكتر العدسات مبيعاً من كانون لأن سعرها كان رخيص وجودتها كانت عالية وفتحة العدسة واسعة، والنتائج اللي كنت بتحصل عليها من العدسة ممتازة جداً. الإصدار الجديد مازال بيحافظ على سعر معقول جداً وبيقدم لك جودة أعلى ونتائج أفضل بسبب قرب نهاية العدسة من السنسور، وفي نفس الوقت بقيت تقدر تقرب أكتر من الحاجة اللي بتصورها مع الحفاظ على الفوكس. Thank you.
وبالتالي لو معاك كاميرا كانون ميرورلس من سلسلة الR وعايز عدسة تخليك تستمتع بالتصوير وتحصل على نتائج ممتازة جدا، يبقى العدسة دي مناسبة جدا ليك، وتقدر تشتريها من كريم ستورز. ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معنا عن طريق صفحتنا على السوشيال ميديا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد.